The golden voice of Islam today is bringing you the life salat at Tahajjud in the mosque, in the Masjid Bilal over here in Gaza 11. And you can see the Imam and all the boys, mashallah, from the Masjid Bilal. Masjid Bilal over here in Fafon, Gaza 11. Alhamdulillah. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر. This is the live Tahajjud coming to you from the Masjid Bilal in 441, Buza 11 Pesas, and the Imam here is Zakaria. السلام عليكم ورحمة الله.